بالنسبه لقطر دائما بيعطي انطباع للمتسابقين بوعوره طبيعه الارض. سيارة الرالي مجهزة من جميع الأدوات السيفتي، تختلف عن السيارة العادية. أنصح الشباب أن يستخدمون حتى بالسيارات العادية السيت بيلت، بيضمن حياتك وقت الحادث. فترة صيانة بيشيكوا على السيارة، إذا في قطع للتبديل نبدل، طبعا الإطارات تتبدل كل صيانة وروتين يعني. لما أنا أكون قائد سيارة الرالي بيختلف عن قيادة السيارة العادية. سيارة الرالي هي سيارة رياضية بتعطيك حماس كبير في رالي قطر على أرضك بين جمهورك بين محبينك، يعني كل ينتظر الفوز وكل ينتظر الفرحة، هذا بيعطي طابع آخر لي ودائما بسعى للأفضل.